أكد وزير الداخلية محمود توفيق أن الاستراتيجية المعاصرة نجحت في توجيه ضربات أمنية للبؤر الإجرامية. وخلال كلمته في الاحتفال بعيد الشرطة 71، شدد وزير الداخلية على حرص الوزارة على الرصد المبكر وتوجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية، مشيرا إلى مواصلة تطوير برامج الملكية الفكرية وحمايتها. وهنا تنطلق جهود أجهزة الوزارة لتتكامل مع جهود أجهزة الدولة لفرض مظلة الأمن والاستقرار عبر تحقيق الاستباق الأمني وجودة الأداء الشرطي، محاطة بوعي شعبي يساند تلك الهودة معها. ويأتي في مقدمة التحديات الأمنية آفة الإرهاب والأفكار المتطرفة ومخططات نشر الشائعات والفوضى، حيث يتخذ رجال الشرطة إلى جانب رفقائهم بالقوات المسلحة مواقعهم لإجهاض مساعي التنظيمات الإرهابية ومن يروج لها ويدور في فلكها لاستعادة تماسكها وتوازنها التي فقدته عبر الضربات الأمنية الحاسمة وتكثيف منابع تمويلها. وتعي أجهزة الوزارة ضرورة استمرار اليقظة الأمنية والقراءة الدقيقة لحركة وأنماط الأنشطة الإرهابية والإسارية إقليمياً ودولياً، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع امتدادها إلى داخل البلاد.